اهلا وسهلا، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. قولي لي حبيبتي، اتفضلي، سؤالك ايه؟ انا عايزه طريقه عمل الدونات. الايه؟ الدونات. الدونات. حاضر، عينيا، حضره لنا يا جماعه لو سمحتوا. حطينا عليها الملح وهنحط الفلفل، ودي بتحتاج شويه فلفل محترمين يعني كميه حلوه، وحطينا عليها الكمون، وبعدين هننزلها هي الاول وبعدين ننزل عليها البصل، والترتيب مهم. ننزل هنا كده، نقلب كويس قوي. طيب، من الاسئله اشكركم. الدونتس اهي، احنا بنحط الخميره على الدقيق على الملح لوحدهم، وبنحط في العجان اللبن والبيض والفانيليا، نضربهم كويس قوي، ننزل المقادير الجافه، بعدين ننزل الزبده واحده واحده، بنسيبها تخمر، بعدين نقطعها على شكل دونتس وتسيبها تخمر مره كمان، وبعدين نقليها في زيت يكون سخن اهو. من الحاجات المهمه جدا جدا في الكبده دايما معاها عصير الليمون وشويه الخل الابيض، دي مهمه 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 عشان الطعم وعشان الريحه، او مش عايزه اقول الزفاره لان مش المفروض ان احنا نكون بناكل حاجه زفره، بس يعني الطعم بتاع الكبده اللي ممكن يضايق اي حد. انواع العصاره البينك دي، في الوقت ده هنزل معلقه واحده من الخل، ما نكترش عن معلقه ابدا، هي معلقه واحده كفايه قوي لان احنا الخل بتاعنا قوي. معلقتين من الليمون، اقلب تقليبه واحده مع دول، وبعدين انزل البصل، انزل الفلفل الرومي، ولو محتاجه او يعني بحب او عندي فلفل حامي بيبقى حلو قوي مع الاكله دي اهو. رشه واحده من البقدونس او الكزبره، وبس كده خلاص. يا ساجده يا داليا. الو، ازيك يا داليا؟ ازيك يا اميره؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. بصي انا ليا سؤالين، معلش. اتفضلي. طبعا. اول حاجه انا عايزه بس اعرف اللازانيا، الكبده بتاعه الفطار اللي هي الكبده الضاني، كان عندنا كبد كبده ضاني وقلوب وكلاوي، حطيناها على النار الاول مع الملح والفلفل والكمون، شوحناها كويس جدا لحد ما استوت 3/4 سوا، اديناها بعد كده مع طبعا معلقه الزيت الذره، اديناها بعد كده الفلفل الرومي الشرايح، بصل شرايح، ولو عايزين فلفل حامي كمان، وادينا لها الليمون والخل، قلبنا كويس جدا، غطيناها وسبناها غلت غلوه، وقدمناها بعد كده مع البقدونس.